سواليف منحازون للوطن. قال انه يوم الخميس الصبح الساعة 10 الا ثلث بالضبط نزار ركب سيارته من باب البيت وراح اتجه باتجاه الدوام تاعه. الدوام مكانه بشارع مادبة منطقة اليدودي. الساعة 10 الا شيء بسيط 5 دقائق تقريبا رصد سيارته بالطريق مقابل جامعة الزيتون اتجاه اليدودي مضروبة وبداخلها نزار ينزل. الساعة 10:09 اتصلوا بي البحث الجنائي بيسألوا عن ابني صاحب السيارة. قلت لهم ابني على الطريق مفروض يكون لأنه بيتجه على الدوام بهذا الوقت اليوم يوم الخميس. أما عادة هو بطلع بكير الساعة 8 بس يوم الخميس متأخر شوي. لما اتصلوا معي البحث الجنائي طبعا أخذت موقعهم وين هم رحت وإلا السيارة مضروبة ضربة من اليمين شوي ومن الشمال شوي لكن الضربات ما بتأدي لقتل. لما طلعت جوا السيارة ولا سيارة كلها دم فيها دم فأنا عرفت إنه ابني مطخوخ ما صار معه مشكلة من نتيجة الحادث. طبعا كانت حقيقة تقال إنه حشد كبير جدا من سيارة الأمن العام والبحث الجنائي والأمن الوقائي بأعداد كبيرة جدا من عميد كان موجود عميد المواجدة مدير إقليم الجنوب وكان معه عقدة ومقدمين وسبيل نفسين سبيل البحث الجنائي أعداد يعني أعداد مصاري. سألتهم وين ابني؟ قالوا ابنك ما في مشكلة صار معه الحادث هذا البسيط ودنا عنه. قلت له يا عم هذا مش بسيط ابني مطخوخ. قال لا لا مش عارف. بعدين كان يحكي معي مقدم البحث الجنائي قدمت له العميد أنا بعرفش من مدير إقليم الجنوب. سألته بقول له باشا أنت باشا إن شاء الله قريب بالسيارة احكي لي ابني وين أنا ما صورتكم ما واضحة اللي بيحكوا لي أشعر ما واضح. قال لي ابنك أضرب بالرصاص طلقة واحدة ما تخافش من منطقة الرقبة وودناه على المستشفى. أي مستشفى؟ مستشفى دار السلام بالطريق طريق المطار أقرب مستشفى طبعا ودوا إليه. رحت أنا ركب سيارتي وجيت ولا الدكاترة بيفاجئوني بيقولوا إنه مش طلقة واحدة 4 طلقات 2 بالرأس 1 بالرقبة 1 بالكتف. الوضع جدا حرج نزيف مقطوع معه الوريد الودجي هون مش مقطع كلي وإنما مفتوح فتح كبير. الدكاتر ما قصروا سكروا الوريد خيطوه لكن عنده كانت مشكلة كبيرة الطلقة اللي بالرقبة عامل تهتك بالأوعية الدموية من منطقة الرقبة الأمامية لدرجة أنه ما بقدر يتنفس. ليش؟ لأنه برضو النزيف هذا اللي نزف وكله كان ينزل بالرئتين فعملوا له فتحة بالحنجرة ودخلوا له أكسجين عن طريق الفرج. طبعا الوضع حرج الضغط كان 27 دم نازل لأبعد الحدود نازل معه 4 كان دمه 4. بلش الدكاترة يشتغلوا معه طبعا رفعوا له الدم شوية رفعوا له الضغط شوي مش كثير أقصى حد وصلوا 50 الضغط لكن كان يواجه مشكلة من النزيف لأنه الدم اللي كانوا يضيفوا له ضافوا له تقريبا 10 أو 15 وحدة دم مع بلازما على أساس إيش إنهم يعيدوا وضع الدم لأنه الدم كان مي بضيفوا دم وبتحول لمي قاعد وهذا الدم اللي من هذا النوع بنزف لأنه ما إله كثافة نتيجة التهتكات الموجودة بالمنطقة الرقبة من الأمام. طبعا ظل وضع خطير بالليل تحسن شوية الصبح أجيت عليه الساعة 6 كان الدكتور جري باردات ودي باردات يعني بعد هذا الحكي بيوزب نص ساعة فارق الحياة. طبعا بالنسبة للدولة حقيقة اليوم أجوا أخذوا عطوة أمنية بوجود دولة رئيس الوزراء عبد الرؤوف الرواكي ووجهاء الصريح
هو جهان سايبنا حسون، فعطيناهم عطوة أمنية لمدة 3 أيام. أما أقول لك عن روايات كثيرة وكتابات كثيرة عمالها بتصير على وسائل التواصل الاجتماعي، كلها دون المستوى، لا تعبر عن مستوى الناس المحترم والناس المثقف، لأنه ما فيها أي شيء من الصحيح. الحكومة اتخذت إجراءات غريبة عجيبة، يعني خلال أقل من 24 ساعة كان منتشر، خلال 12 ساعة السيارة كانت ممسوكة، قبل 24 ساعة كان الرجل اللي أطلق النار ممسوك، يعني برقام قياسية عالمية. فاللي بيسمع غير هيك واللي بيقرأ غير هيك على وسائل التواصل ما صحيح. أنا ما بجامل الدولة ولا بجامل الأمن العام، الأمن العام حقيقة وفروعه كلها بذلوا جهود كبيرة. ولمعلوماتكم يوم الخميس كانوا كلهم مجازين ولابسين نازلين على الدرج، الله وكيل كلهم راجعين ولابسين ردوا قعدوا وبلشوا التحقيقات. طبعا لا ناموا 36 ساعة، ما ناموا. فهذا سلسلة مطالبكم من الدولة، من الدولة مطالبنا، مطالب أي أردني آخر، لأنه الدولة الآن القانون اللي فيها ممتاز جدا، والدستور تبعنا ممتاز، لكن قوانيننا غير فعالة، لا تفعل بالشكل الصحيح ولا تغلظ. يعني هذا الأسلوب من التعامل بالقانون الأردني أدى إلى انتشار الفساد على مستوى الطبقات العليا وعلى مستوى الشعب وعلى مستوى الناس المستهترة. أزاد نسبة الاستهتار، يعني أنت تطخ واحد مشان سبب بسيط جدا تطخه، هاي ما صارت، ما بصير غير بالبلاد اللي ما فيها لا نظام ولا عرف. بالعكس احنا عنا نظام، وبس نطلب من الدولة ان تفعل هذه القوانين، تغلظ هذه القوانين. وهذا مش انا بشكي منه، بشكي منه الشعب الاردني بنسبة عالية جدا، علما انه جلال السيد دائما برشد وبوعظ وخذ وديروا بالكم على المواطن واحموا المواطن وغيره، الا انه قوانيننا غير مفعلة بالشكل الصحيح. شكرا.